عايز حضرتك تحكي لي على المباراة وعلى أداء مستوى منتخب المغرب. الحمد لله اليوم فزنا بالمباراة حتى ولو كانت نوعا ما صعبة، وفكرت لي لازم نخلي بلي مباراة ما تلعبش شوط واحد، لازم تلعب شوطين حتى الدقيقة الأخيرة. الحمد لله ربي وفقنا، ونعرفنا خاصة في الخمس دقائق الأخيرة عرفنا كيف نصيروا المباراة، وأهم شيء هو فوز بالمباراة. والشيء اللي حاجه السلبيه هو الخروج بالاصابات هذو، ان شاء الله في المستقبل ما يتكرروش ان شاء الله. ان شاء الله لو منتخب الجزائر قابل منتخب تونس في السيمي فاينل، توقعات حضرتك ايه؟ لازم نلعب اول مباراه ربع النهائي، بعد نشوف النصف النهائي. حتى المباراه حتكون قويه ونداربي زيها زي المنتخب المصري ولا المغربي، ندخلها بكل عزيمه باش نفوز بها ان شاء الله. كان كابتن صالح قال ان هدف منتخب الجزائر التاهل لكاس العالم، هل ده الهدف اللي كله متفق عليه ولا في طموح للاولمبياد؟ احنا نلعب حتى الدقيقه الاخيره، وطموح تاعنا ما فيش حدود، لازم نلعب حتى الدقيقه الاخيره ان شاء الله. ليش لا نروحوا للنهائي، وخاصه راح تكون مباراه صعبه امام منتخب تونسي، ان شاء الله في كل شيء ممكن ان شاء الله.